بنتكلم على صناعة البطل وما إلى ذلك. جزء من مسألة صناعة البطل ده يا جماعة هو الاتحادات والنوادي. يمكن حتى لما أسعدنا الحظ وتشرفنا بمكالمة فخامة الرئيس تكلمنا في ده، النوادي اللي بقت الأسعار بتاعتها مبالغ فيها جدا، بقى النشاط الرياضي اللي فيها مرهون دائما حتى وانت عضو جوه النادي انك تدفع فلوس قد كده، فده ممكن ما يبقاش في متناول الأسرة المصرية المتوسطة العادية انه يخلي العيال كلها تقدر تلعب رياضة، يختار واحد بس اللي يلعب، او انه يخلي مثلا عياله الاثنين او بالكتير الثلاثة كل واحد فيهم يجرب في رياضة واحدة، مش هيقدر يبقى فيها عنده الطرف بتاع يجربوا رياضة واثنين وثلاثة واربعة وبعدين يختاروا حاجة منهم من هذه الرياضات تبان فيها موهبتهم إلى آخره. أدي شق. الشق الثاني هو الاتحادات، وإن يبقى في عندنا انتخابات حقيقية جوه الاتحادات، انتخابات شفافة بشكل حقيقي جوه الاتحادات، انتخابات حيادية حقيقية جوه الاتحادات، مش الانتخابات بقى اللي هي من نوعية انتخابات التزكية والجو ده. خلونا ناخد معنا على التليفون دكتور محمد فوزي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا استاذ يوسف؟ ازاي الصحه؟ وحشنا صوتك. وانت كمان وحشني، اهلا بيك. اخبارك ايه؟ كله تمام المشاهدين. ربنا يخليك يا رب. كنا بنتكلم على مساله واللي بنعتبرها جزء لا يتجزا من ملف صناعه البطل في مصر. حضراتكم كوزاره عملتوا كل اللي تقدروا عليه في هذه المساله، تحديدا يمكن في مساله مراكز الشباب والاستثمار فيها وتحديثها وتطويرها الى اخره. وجزء تاني من الملف هو الانتخابات بتاعه الاتحادات وانتخابات النوادي. في جزء أظنه يعني في تحت ولايتكم الكاملة، وجزء تاني وصححني لو أنا غلطان الولاية فيه مشتركة ما بين الوزارة وما بين اللجنة الأولمبية. تمام. الأول خلينا نقول إن الانتخابات إن شاء الله في موعدها سواء للأندية أو للاتحادات الرياضية. مهم جدا إن تكون الانتخابات في جو كله فيه شفافية وحوكمة لكافة الإجراءات الخاصة بإنعقاد الانتخابات الخاصة بالاتحادات الرياضية كجزء مكمل بالفعل لصناعة البطل الأولمبي زي ما حضرتك أشرت. طبعا وزارة الشباب والرياضة وضعت ضوابط صارمة جدا لضمان نزاهة وشفافية وحيادية هذه الانتخابات سواء للأندية أو للاتحادات الرياضية. طبعا احنا بنراعي في كافة الضوابط اللي طلعها وزارة الشباب والرياضة من خلال اللجنة اللي تم تشكيلها واللي هتكون مشرفة بشكل كامل على هذه الانتخابات وضمان نجاحها في شكل كامل من الحوكمة، بنراعي فيها كافة القوانين والمواثيق الدولية المتبعة في هذا الشأن. أكيد كان هناك لغط كبير جدا حوالين الانتخابات اللي تم عقدها وخلصت بالتزكية، وده أثار بلبلة كبيرة جدا في طبعاً الشارع المصري الرياضي. دلوقتي لا، هيتم إعادة كافة هذه الانتخابات وفقا للوائح والقوانين المتبعة ومن خلال اللجنة اللي تم تشكيلها من خلال وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع لجنة الأولمبية المصرية. حلو قوي. كل ده بيضمن لينا في الآخر إن احنا هنخرج بانتخابات أكيد في الأخير هصب في مصلحة اللعبة سواء ألعاب فردية أو ألعاب جماعية من خلال الانتخابات اللي هيتم عقدها إن شاء الله بدءا من شهر أغسطس لما يتم الإعلان عنها إن شاء الله ويتم فتح باب الترشح ليها يوم 28 إن شاء الله أغسطس. هيتم فتح باب الترشح 28 أغسطس وبعد كده تستمر العملية الانتخابية بدعاياتها إلى آخره وتحسم في نهاية سبتمبر، مش كده ولا في نص سبتمبر؟ ان شاء الله يا فندم. وكمان انا عايز اكد يعني جزء مهم جدا للساده المشاهدين، اللجنه اللي بتضمن التمثيل الموضوعي والعادل لاعضاء الجمعيه العموميه ده مهم جدا للجمعيه العموميه، هيكون لها الحق في اختيار من يمثلها. انا بنأكد للجمعيه العموميه هيكون لها الحق في اختيار من يمثلها في مجالس ادارات الاتحادات الرياضيه المصريه. كمان هيبقى من المقرر ان تلك الانتخابات هتكون وفق خطوات مهمه بضوء تطبيق كامل للقوانين، وتاني بنأكد وفقا للمواثيق الدولية واللوائح المعمول بها في هذا الشأن تنسيقا واتساقا مع مختلف الهيئات الرياضية المصرية. ده مهم جدا جدا جدا. ودلوقتي احنا منتظرين الإعلان عن الانتخابات وإن شاء الله هتكون بداية قوية وحقيقية في صناعة البطل الأولمبي. كمان على الجانب الآخر وبرضه لازم نأكد على ده، المشروع الكبير جدا او المشروع القومي لصناعه البطل الاولمبي
وفقا للتوجهات القيادة السياسية كمان عشان يبقى عندنا أبطال في باريس 2024 ويكون تمثيل مشرف للدولة المصرية بقيمتها الحقيقية في 2024 وكمان 2028. المشروع ده قائم من خلال وزارة الشباب والرياضة، مشروع قومي بالفعل، مشروع كبير بالفعل، بيضم حوالي 10 لعبات سواء تايكوندو وكاراتيه وسكواش وكرة يد وكرة سلة ورفع أثقال ومصارعة وتايكوندو، كل هذه الألعاب، وهيتم تباعا كمان ضم ألعاب أخرى. ولكن هذا المشروع هو مشروع كبير جدا قائمين عليه في خبراء وفنيين في مختلف الألعاب، وبيتم انتقاء الموهوبين في مختلف الألعاب على جميع محافظات مصر، بنروح كل حتة في مصر بنختار كل عناصر، يعني عندنا مجموعة من العناصر المختصة في مثلا في لعبة التايكوندو عندنا متخصصين على أعلى مستوى، في لعبة الجودو عندنا متخصصين على أعلى مستوى، بنروح كل حتة في مصر عشان ننتقي الموهوبين، بيتم رعايتهم بشكل كامل. وزارة الشباب والرياضة بتوفر لهم رواتب بحد أدنى 600 جنيه، كمان بيكون ليهم رعاية طبية ورعاية اجتماعية وأسرية. إذن إحنا بصدد صناعة بطل أولمبي حقيقي. إذن إحنا في الآخر كده بنكمل المنظومة وبنوفر الجو المناسب لصناعة البطل الأولمبي بدءا من الانتخابات الحقيقية اللي هتتم نهاية باختيار وانتقاء الموهوبين في مختلف الألعاب الرياضية. طيب سؤالين يا دكتور، يعني مش عارف إذا كان هيبقى لهم ثالث ولا لأ بيني وبينك. السؤال الأول، ليه تم اختيار 10 لعبات فقط؟ على أي أساس خدنا قرار انه العشر لعبات دول هم اللي احنا هنشتغل عليهم؟ ليه ما هماش 15 لعبه؟ ليه ما هماش 20 لعبه؟ هو سؤال مهم جدا، بس انا هاكد لك ان هيبقوا 15 لعبه و20 لعبه، ولكن خلينا احنا نتوسع الان في الالعاب اللي احنا متميزين فيها. فبالتالي بيتم التركيز على عدد هذه على عدد من الالعاب اللي متوقع منها ان احنا نجيب ميداليات، فبالتالي بنبدأ نشتغل عليها ونوسع قاعدة ممارستها ومنافستها بدءا من اختيار الموهوبين في هذه اللعبة زي ما قلنا من خلال اللجنة المختصة في هذا الأمر واللي شكلتها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الاتحادات المعنية لهذه اللعبات. طيب عندنا كرة يد، احنا متميزين في كرة اليد طبعا مفيش خلاف، بنبدأ نوسع قاعدتها في المصارعة، متميزين في لعبة المصارعة بنبدأ نوسع قاعدة ممارستها ونختار متميزين منها، بنبدأ تباعا ندخل لعبات أخرى حتى يتم التوسع في أكبر عدد من الألعاب الأولمبية. طيب أنا عندي معلش سؤال عشان يعني عايز أتأكد إذا كنت سمعت هوكي التزحلق من ضمن العشرة أو الخمستاشر ولا لأ؟ لأ. طب ده احنا فرق الهوكي بتاعتنا كانت فرق متميزة جدا وتحديدا فريق هوكي الشرقية، وليه كان سمعة عالمية جبارة، ولأسباب عدة يمكن مش هنقعد نفندها دلوقتي حصل تراجع، أما آن الأوان للاستثمار في فرق الهوكي المصرية؟ أنا عايز أكد لحضرتك للسادة المشاهدين، وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي لا تترك كبيرة أو صغيرة في أي لعبة من اللعبات اللي موجودة في مصر واللي بتتميز بها مصر، وكمان مش بس الألعاب اللي احنا بنتميز فيها، لا في ألعاب أخرى شهيدة وألعاب غير أولمبية بنبدأ ندخلها كمان وبنوسع قاعدة ممارستها. ده مهم جدا، ده مهم جدا. طيب إذن احنا بصدد التوسع بشكل كبير في كل الألعاب الرياضية سواء الأولمبية أو غير الأولمبية. طيب أخيرا أكيد كمان يعني لأ معي يعني عندنا من الممارسين لهذه الألعاب قاعدة، بنبدأ نشتغل على هذه القاعدة ونوسعها، فبالتالي بنضع إيدينا على جميع نقاط القوة والضعف في أي لعبة إحنا بنختارها وبنتميز فيها، وبنبدأ نأهلهم بشكل كامل سواء محليا أو قاريا أو عالميا. طيب أخيرا عشان مش هطول عليك لأنه دي حاجة عايزة قاعدة طويلة، هل يوجد يعني أنا من ضمن تفكيري في مسألة صناعة البطل في مصر، أنا علشان أقدر أوصل أن أنا مصر يبقى فيها 1% زيها زي البلاد الكبيرة رياضيا، يعني يبقى عندي مليون بطل بمعنى كلمة بطل، ده لازم يحصل تنسيق ما بين الوزارة، وزارة الشباب والرياضة، وما بين وزارة التربية والتعليم،
وده معناه انه لو افترضنا ان انا في عندي مدرسه ما فيهاش ملاعب يبقى انا هنسق ما بين المدارس اللي ما فيهاش ملاعب ومراكز الشباب المحيطه بيها عشان الولاد دول يحصلوا على حصص للتربيه الرياضيه والتربيه البدنيه كما يجب، فيبقى الولاد دول مؤهلين واقدر اكتشف منهم مواهب واقدر اوزعهم جوه اللعبات ويخشوا بقى في الاتحادات فيما بعد ذلك. عوده فكره البطولات المدرسية، يعني يقول لك بطولة مش عارف الجمهورية على مستوى المدارس، كل هذه الأمور هل التنسيق بدأ مع الوزارة ولا لسه نحن بصدد ان احنا نخلق هذا التنسيق وهذه البروتوكولات؟ على فكرة ده بيتم بالفعل، احنا في اختيارنا او المشروع الموهبة والبطل الأولمبي هو بالفعل قائم كمان على الاختيار من مراكز الشباب ومن المدارس، يعني مشروع الواعدين أو العمالقة الخاص بكرة اليد بنروح في المدارس بننسق مع وزارة التربية والتعليم في المدارس. إذا احنا قائمين بهذا الأمر بشكل كبير جدا 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 سواء في المدارس أو مراكز الشباب وكمان الأندية. تمام، يعني ده قائم بالفعل. احنا لينا قاعدة على حتة المدارس والتنسيق معاها دي، بس أنا مش هطول عليك في المكالمة، أنا هحوش ده للقاء. أنا عايز شكرا ليك يا دكتور، نورتنا وشرفتنا، ربنا يخليك، دايما ما بتتأخرش عننا، ألف شكر ليك يا دكتور محمد.